إشراقات صباحية. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الأوبئة تكون ثم تهون، وكم من أوبئة حلت ثم اضمحلت وتوالت ثم تولت. متى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة، ووثق بالله وطمع في فضله سبحانه، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم، وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية.